السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم. المؤثرة كنزة القبائلية تتكلم على الحرائق. كل الجيران اللي راحوا خلاونا والله ما تحشموا، علاش تروحوا وتخليهم ما تعيطولناش نروحوا معاكم؟ ولا نهضر على الجيران اللي قدام دارنا اكزاكت ماشي هنايا، والله ما تحشموا. ليكيب اوفيسيال دارنا تحرقت، اوفيسيال تحرقت دارنا. المهرجانات ما سحقوش الزهون، سحقوا الطائرات. يا الحكومة وين راكيان؟ الطائرات تاع الحرائق شو 4 5 6 20 شرون ملاير تاعهم تاعكم اللي طرم، ماشي تاعكم ديجا تاعنا اللي طرموهم، ديروهم في حاجه اللي تصلح. كل عام هكذا، على هكذا او كاين ناس ماتوا كاين ناس، علاش لازم تحسوا بالناس؟ باش تحسوا بالناس لازم تحطوا روحكم في بلاصتهم. نتوما دوك راكم راقدين ولا قاعدين تحت لاكلي ما عبالكمش، كي تحطوا لو كان تكونوا في هذيك البلاصه العام كامل. وحنا نقول كان جزائري ماشي مغربي، ما جزائري ماشي مغربي. ومن بعد كي لحقت لي الليره لحقت الموت ما لقيت لا القفطان لا الجزائر. علاش ما نهضرش مواضيع فيها فايده؟ علاش ما نهضرش على الحرائق؟ على الدوله لازم تجيب لنا الوسائل اللازمه، علاش انا نهضر على القفطان؟ الله غير يا خوتي لو كان تشوفوا واش جوز اليوم لحقت لي الموت، والله العظيم لحقت لي الموت. والناس اللي كان لي بيبي تاع سبيك البستان تاعي شهر وانا نص صباح وعشيه ونسقي فيها. هاوليك هاوليك راح فيها، بقى غير هاد الخيال اللي قاعد واقف مع روحو. هاوليك هاوليك الرمانات هاد، هاوليك كل شرح فيهم.